سكوروبسكي. ها هو النيجيري يتقدم، يسدد ببراءة، هدف 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 للزوار، هدف لكريمونيزي، ركلة جزاء بقرار الفار، ركلة جزاء بقرار الفار. وبالارديني لا يبتسم، هذا الرجل ربما يوفر ابتساماته حتى صافرة النهاية. إذا ركلة جزاء بالفعل كما قلنا، يعني الحكم هو الذي تأكد، هو الذي شاهد، هو الذي قرر، ولكن عليه أن يكون حاسما بالفينيشينج والرأسية. يا التعادل التعادل، زيركزي 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 زيركزي، أول لمسة للهولندي، أول لمسة لجوشوا زيركزي، الرأسية ترتد من الحارس كارنيسكي ويتابعها ويضع اللمسة الناجحة، هدف التعادل لبولونيا. نعم بولونيا كان بحاجة إلى هداف، وكان زيركزي هو هذا الهداف. شو اللي عمله زيركزي؟ إنه تابع، نعم والله حتى مش هو ضغط، ولكن يبدو لمسها آخر شيء. مين؟